هنا سؤالي لحضرتك. اتفضل. قدره النادي الاهلي على الفوز بهذا اللقب للمره الثامنه كابتن التمثل في ايه خصوصا بعد مشاركه عدد كبير من اللاعبين النادي الاهلي في المنتخب ورجوعهم يمكن في وقت قصير جدا وبيخشوا في بطوله مهمه للنادي الاهلي؟ مفيش شك النادي الاهلي يمتلك خبرات لعيبه دوليه ولعيبه محليه على اعلى مستوى. صحيح. فدي هتساعده في اللقاء المرتقب طبعا ما بين النادي الاهلي والرجاء المغربي، فرقه محترمه جدا بتمثل بلد شقيقه اللي هي المغرب، من الفرق اللي بتعرف تلعب كوره على الارض وبتمتع. اخذ البطوله دي مرتين برضه، مرتين واخد البطوله مرتين، ومن الفرق اللي صعب قوي ان انت تكسبها، لكن خبرات لعيبه النادي الاهلي ممكن تحسم اللقاء. وكمان يا فاروق النادي الاهلي خدها 7 مرات وكان في اجتماع مع بيبو او كابتن محمود الخطيب امس بعد ما بعثت النادي الاهلي او بعد التدريب الاولاني ما حصل وخلص، قعد عمل معاهم اجتماع مع البعثه الاهلاويه وطالب الفريق باحراز البطوله واحراز اللقب، لان في اهتمام شديد جدا من كابتن محمود الخطيب. وطبعا اتكلم ان هو عندنا لعيبه خبرات وواثق فيكم ثقه عمياء ومعاكم مدرب كبير، ونتمنى ان احنا ناخد البطوله خارج مصر، وان شاء الله انا واثق فيكم جدا وباذن الله تاخدوا البطوله. واحنا يعني كاهلاويه يعني بنقول النادي الاهلي ممكن ان شاء الله ياخد البطوله لان هو عنده خبراته اعلى وبيمتلك تيم قوي جدا. تمام. قول لي التشكيل ممكن يكون متوقع، هل يعني بعد ما بقالنا فتره برضو يعني النادي الاهلي ما بيلعبش نتيجه طبعا مشاركه كاس العرب واللاعبين في كاس العرب، يعني انت في لعيبه جايه من المنتخب ممكن يكون عندها حاله من الاجهاد، مش عارف مستر موسيماني ممكن يبدا بيها، هو ايمن اشرف خلاص يعني الامور بالنسبه له ممكن ايمن اشرف ممكن ان هو ما يبداش. لكن لو بتتكلم هتتكلم محمد الشناوي حراس المرمى، هتتكلم في بدر بنون، هتتكلم في طبعا ياسر ابراهيم ممكن، عندك اكرم توفيق ناحيه اليمين، لو علي معلول سليم 100% ممكن يبدا طبعا. يبقى تشكيل قوي جدا بالنسبه لخط الظهر، 2 ديفندرات ممكن لو الاثنين جاهزين وما عندهمش مشاكل السوليه وحمدي فتحي، 2 لعيبه كبار واثنين دوليين، لو هنبدا بطريقه 4-2-3-1 عندك قفشه، عندك بيرستاو، ممكن شحات، وممكن محمد شريف فيرود. ده التشكيل الانسب. لو 3-4-3 كابتن يعني مش تختلف كتير، ممكن 3-4-3 ممكن يبقى بيرستاو وشريف والشحات برضو. يعني بتهيألي كده الثلاثي الهجومي ده هيبقى قوي جدا، لان عندك بيرستاو. انت قلت مين نص الملعب يا كابتن؟ سوليه وحمدي فتحي وقفشه. وفي لو هيلعب ب 3-4-3 هيبقى موجود اليو ديانج زي ما كان بيعمل الفتره اللي فاتت. ممكن لو لعب بثلاثة في نص الملعب ممكن يلعب بحمدي ويلعب بسوليه ويلعب بديانج، لان هو بيحب يلعب بالثلاثة دول. وعنده الناحية الهجومية طبعا حلول فردية، ممكن بيرستاو يخلق لك الحلول الفردية في التكتل الدفاعي، ويشتغل كرات عرضية لمحمد الشريف من الشمال واليمين مع الشحات، ويبقى يدي فرصة لمحمد الشريف. هنا بقى محمد الشريف يظهر بقى، هيلعب في مكان. الحمد لله ان هو يلعب في مكان. طيب كابتن ابو الدهاب خليني برضه اسالك على يعني قدرة النادي الاهلي لتحقيق اللقب الثامن، وفي نفس الوقت تشكيل متوقع من حضرتك. النادي الاهلي دايما عنده خبرات النهائيات يا فاروق، ويعرف يتعامل مع الماتش، لكن ده بتلعب فرقه كبيره زي الرجاء. لكن انا متفق مع كمونه في التشكيل، لكن اليو ديانج لازم يبقى متواجد. انا من بدايه الموسم عامل شغل كويس جدا، وانا قلت قبل كده ان ما فيش لا غنى عن اليو ديانج في الحته دي. انت ممكن تلعبه هو السوليه ومعاهم قفشه حسين الشحات زي ما، لكن انا مختلف. لكن على فكره علي معلول نزل مباراة الجزائر في النهائي وكان كويس ونطمن عليه، وكان ولعب بشكل كويس جدا. لا وعنده حلول وممكن من اللعيبه القويه جدا. لا ملك الشناوي وبدر بنون ياسر ابراهيم علي معلول واكرم توفيق اليو ديانج والسوليه وعندك قفشه وحسين الشحات وبرستاو وشريف، هم دول التشكيل النادي الاهلي. لجهاد انت ممكن يكون في فرق 4 ايام من البطوله انتهت امبارح، فاكيد ممكن يبقى في استشفاء لو موجود اجهاد او حاله نفسيه لنتيجه ان انت بتخرج كنت عايز تحقق حاجه افضل بالنسبه لمنتخب لعيبه النادي الاهلي. لا اكيد انت، لا هو ممكن في لعيبه تبقى زعلانه ان ما كانش بتلعب،
او ما كانش موجوده، لكن النادي الاهلي بيعرف يخرج من الحته ديت، عندك جهاز كويس بيعرف يخرج اللعيبه. بعدين تحقيق بطوله برضه كابتن هتبسط الجمهور المصري، تبسط الجمهور اللي موجود في الدوحه. لا في كمان حاجه كويسه في النادي الاهلي بالذات، انت بتعرف تفصل بين بطوله وبطوله. انت خسرت وزعلان ان انت في البطوله العربيه ما خدتهاش، لكن في نفس الوقت انت داخل مع ناديك في بطوله، ودي بطوله مهمه جدا ومحببه لجماهير النادي الاهلي، فاكيد اللعيبه بتعرف تفصل وبتعرف تخرج بسرعه من الحاله اللي هي فيها. لكن هيبقى الزعل داخلي، لكن انت في المباراه لا هتأدي بشكل كويس جدا، هتنزل تأدي. لازم شريف يبقى موجود، قفشه يبقى موجود، السوليه وحمد فتحي لو له دور، لا اللعيبه كلها تبقى موجوده بحيث ان انت تاخد البطوله، لان هي البطوله دي انا مسميها بطوله اليوم الواحد، ان انت بتلعب على كاس السوبر، ان انت تكسب وتجري. ماشي. انا بقول لك ده حقيقه، انت بطوله عشان اسمك محمود. النادي الاهلي بيتعامل مع البطوله من مباراه واحده بشكل جيد جدا. صحيح. هو النادي الاهلي لما بيوصل لاي مباراه نهائيه بتبقى صعب جدا انه يفرط فيها، قليل جدا ما تبص كده في التاريخ شخصيه اللاعب تاريخ النادي الاهلي يصل لمباراه نهائيه ويفرط في النهائي، بتبقى صعبه جدا.